الذي يقوله ذلك الرجل إبراهيم؟ يرجوك أن توافقي على زواج زوجك من ابنته. أيستأذن شعيب أم إبراهيم؟ تصوري، شعيب المجنون يستأذنك أنت، والعاقل لم يستأذني أنا، وأنا الكاملة. صفعني على وجهي بزواجه هذا دون أن أستعد. ماذا إذا قلت له إني أرفض أن تشاركني فيه امرأة؟ تقتلين ابنتي يا مولاتي، إن أيامها فيما يبدو قليلة، أرجوك أن تسعديها فيما بقي لها في الدنيا. أسعديها بموافقتك. وأشقي نفسي؟ لم أرى في حياتي شحازا يشحذ زوجا لابنته. لماذا تطارد هي أو غيرها رجلا متزوجا؟ لو أنها عاقلة لبحثت لنفسها عن رجل بلا زوجة، وهم كثيرون. ليس فيهم مثله. ألي هذا السبب؟ ألي أنه فريد بين الرجال تقهرون امرأته؟ هيا اذهب، اذهب من هنا وإلا أزيتك. مولاتي عائشة، أرجوك، إن ابنتي هي كل مالي في هذه الدنيا. لقد تعذبت كثيرا، قاست أهوالا كثيرة، مرضت من فرط حبها لمولاي شعيب. يا جارية، أحضري ماء مغليا حتى أسلخ جلد هذا الرجل، هذا المجنون الذي يريد مجنونا لمجنونة. إن شعيبا أكمل الرجال، فأمسكي لسانك. يكفي أنه يستأذنك في أمر من أموره دليلا على نقصان عقله. بل إنه دليل على حبه لي وكمال خلقه. ماذا يحب فيك وأنت تفتقرين إلى مؤهلات الأنوثة؟ أنا التي تفتقر إلى مؤهلات الأنوثة؟ أنا التي ينقصني الأدب وحسن الكلام أم غيري؟ ماذا تقصد بغيري؟ إن هذا الرجل الليث بن سعد عفى عنا مرة أخرى، وإذا أمسك بنا من جديد قتلنا. إنه شديد السذاجة، ولولا ذلك ما كنا أفلتنا. علينا ألا نعطيه الفرصة للإمساك بنا وملاحقتنا. تهرب منه؟ وهل نعود إليه؟ إننا لم نكمل مهمتنا. ولن نكمله، إنه رجل محروس. أنا لن أتركه، وأنا لن أقاتله. لن أقاتل رجلا فشلت في قتله أكثر من مرة. ماذا سنقول للأمير؟ ما حدث؟ حاولنا وحاولنا وفشلنا في قتله. إن الله لا يريد له الموت. فلنحاول مرة أخرى. لا، مرة أخيرة، مرة واحدة. لقد أرهقت يا خراش، أرهقت. لن تتركني وحدي، لن أؤدي هذه المهمة وحدي. سأمنحك ضعف أجرك. تعطيني الضعف ونحاول مرة أخيرة، نجحت أم فشلت؟ إننا لن نستمر العمر كله خلفه. سندبر ونفكر ونقتله، أو نعود إلى الشام. لك هذا، ولكننا في هذه المرة سننجح في قتله. لماذا يطاردنا هؤلاء المعتدون من أرض لأرض ويهددون حياتنا وسلامتنا؟ لا يعرف، بل ولا يعرفون، فهم مأجورون. مأجورون للقتل؟ فمن استأجرهم؟ يقال، ولعل القول معيب،
إنه عبد الرحمن بن شعبة، ذلك الأمير الذي نزل في ضيافتي حتى صدر عنه العفو، ولا أدري كيف يحمل مثله لي ضغينة. إذن هو شرير. لماذا نتهم الناس يا أم الحارث؟ ولماذا يرسل هو خلفنا في كل أرض من يرميك بسهام وحراب ويحاول أن يضربك بسيف أو غيره؟ لماذا؟ يعلم الله. إنه يروعنا ويقلقنا ويقض مضجعنا، أليس من حقنا أن نعيش في أمان؟ اهدئي اهدئي يا أم الحارث. كيف يا أبا الحارث؟ كيف وقاتلان مأجوران خلفنا وفقهاء العراق أثاروا الناس ضدنا؟ وماذا يفيد القلق؟ وكيف تكون الطمأنينة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الإيمان طمأنينة. لابد أن نعود فورا إلى مصر، ففي مصر نستطيع أن نطمئن ونحس أننا في أمان. لقد نويت الحج وما كنت مغيرا النية. سأظل والقلق رفيقي حتى أعود لداري. أين إيمانك؟ توكلي عليه وحده وثقي أنه سينصرنا ويحرسنا بإذن الله. والآن يا رفيقة العمر أريد أن أصلي. ألم تصلي العشاء ونوافلها؟ يحب بعض الناس وأنا منهم أن يجعل آخر صلاته وترا، لذا سأصلي ركعة. الليل طويل وقد تقوم للصلاة بعد ذلك. ساعتها نشفعها بركعة ونكمل تسبيحاتنا، لكنني لن أنام قبل أن أصلي الوتر. أبا الحارث، هل يمكن أن يثير الفقهاء الخليفة ضدنا؟ قد يفعلون. أو يمكن أن يستصدروا أمرا من الأمير ضدنا؟ ربما. يا لبحار القلق، هذا من ضعف الإيمان. قومي قومي لتصلي خلفي، انهضي. هل تصلى النوافل جماعة؟ نعم تصلى النوافل جماعة. ويطعمنا. أنا في حاجة إلى الطعام حتى ولو دفعت ثمنه. ما الذي جاء بكما إلى هذه الأرض أيها الشاميات؟ لابد أنه أمر خطير. ولماذا تسأل أيها الأعربي؟ إن المضيف الكريم لا يحاول تعرية أسرار ضيوفه. قد أعاونكما، أو إن كان هناك عمل أعمله لكما، فأنا كما تريان صالوك. قد يكون الأمر خطيرا. أتعملان على قتل أحد؟ ربما. نقتله معا ولأجري. كيف تتطوع القتل من لا تعرفه؟ أعرف الأجر، وإن كنت سأسأل من يكون إن كانت المهمة هي القتل، فقتل أمير غير قتل خفير. هذا يقتل بالمكيدة، أما ذاك فيقتل بطعنة حربة. كأننا في مؤامرة فعلا. افترض أنني أمير، كيف تكيد لقتلي؟ وماذا سأجني من وراء إرشادك؟ إنه مجرد سؤال أحاول به أن أعرف مدى ذكائك. أو أنك تسعى فعلا لقتل رجل فتأخذ رأيي وتنفذه وأتحمل معك الوزر
دون أن أقاسمك الأجر. ادفع. تعرف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. تعال يا حسنة. ألا تريد أن تضحك؟ لقد حدث اليوم ما يضحك. أتى إلينا شحاذ يستجدي زوجا لابنته، وطلب من عائشة أن تكون كريمة وسخية وتعطيه زوجها لأن يكون زوجا لابنته. جاء يستأذنها؟ يستجدي كمن يجيد فن الشحاذة. هذا من حسن الخلق. لقد ربط شعيب زواجه من قيصارة بموافقة عائشة، أما أنت فلم تستأذني كأني حصمة بصل. عائشة مفرطة الحساسية، تذوب رقة. وأنا خشنة أقطر خشونة؟ لماذا تمدحها ولا تمدحني؟ أنت رقيقة إن أردت، لكنك لا تريدين هذا. ما علينا، ماذا قالت عائشة للسائل؟ ثارت ثورة عارمة، واضطررت أنا أن أنهره وأهدده. الحق يا حسنة أن قيثارة حورية فاتكة الجمال، لقد رأيتها مرة. لا إله إلا الله، هل هي حورية وأنا صدغ لفت؟ لماذا لا تراني يا زوجي؟ لماذا؟ هل أنا خفية؟ يا حسنة يا حسنة، لقد رفضت قيثارة لأنها شديدة الرقة، وأنا فلاح أريد امرأة كالبغلة مثلك تتحمل مشقة العمل فاطمئني. ما بالك تبكين؟ لأنك لا تريدني كامرأة، إنك تريدني كرجل يعمل عندك. لماذا لا تحبني؟ لماذا تهينني وأنا التي أحبك؟ أنا أهنتك؟ متى؟ عندما تزوجت الثانية. بحثت عن من يخدمني هناك حينما تكونين هنا. لم تستأذني. حسنا. نعم. هل أغضبك زواجي إلى هذا الحد؟ أحزنني جدا. لو عرفت ما تزوجت. الآن وقد عرفت؟ قد يجعل الله لك مخرجا. حقا يا حارث، حقا حقا. أنا لا أطيق حزنك. حسبي هذا، هذا يكفي. مثل هذا الرجل يقتل بالسم، وكيف نسممه؟ إن أيسر طريقة لتسميم الرجل هو وضع السم في طعامه. أنت تدور وتدور وأنا أريد أن أنام. أنت لست عندك أفكار. المرأة المرأة هي أقدر الناس على تسميم الرجل. المرأة؟ نعم، وعلينا أن نجعل المرأة تضع السم لهذا الرجل. دعني أنام. نم مطمئنا، فسأجعل المرأة تسمم هذا الرجل. كيف هذا؟ سأدس عليه امرأة. دع هذا لي. ألست شريكك في المهمة والأجر؟ إن قوله جل شأنه في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة تقصر حق التشريع في الحلال والحرام على الله وحده، وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله، لأن تشريع الله للناس فرع من تشريعه للكون بما فيه الناس، ومخالفة هذا مخالفة لأصل تكوين الكون. ألا توضح النسيئة يا أبا الحارث؟ قال مجاهد رضي الله عنه: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار فيقول: أيها الناس، أنا لا أعاب ولا أخاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا سفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول: إنا قد حرمنا سفر وأخرنا المحرم. يعني يؤجلون الشهور ويتلاعبون بالنظام الأساسي لها. يؤجلون المحرم بفتوى أو تأويل لأنه من الأشهر الحرم ليستحل فيه القتال، فتجد الشهر مكان آخر. رجب جاء نتيجة لما أسموه بالنسيء مكان جماد الآخرة، تلاعب بالشهور خصوصا الأشهر الأربعة الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هنا تغيير للنظام الموضوع للشهور، النظام الذي وضعه الحق جل وعلا ليجعل النظام يخدم الهوى. يعني جعلوا سنة فيها شهر صفر مرتين حتى لا يكون بها المحرم، وأحلوه للعام التالي فأصبح المحرم فيه مرتين. هذه فتوى ابتدعها رجل من كنانة خارجا بالتالي على ما شرع الله، لأن الله وحده له الحق الخالص في أن يحل ويحرم، وليس من حقك أو من حق غيرك من البشر أن تحل ما حرمه الله أو تحرم ما أحله الله، فإن فعلت ذلك خرجت على حدود الإيمان. يقول سبحانه وتعالى: فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه حدود الله شرعها ليلزم بها العباد، لكنك يا أبا الحارث تلح إلحاحا شديدا على موضوعات بعينها كالاعتداء على الإنسان بالقول أو بالفعل أو بتغيير الشهور أو الفساد في الأرض. هذا كله يدخل تحت باب الخروج على النظام الذي وضعه المولى جل ثناؤه. أيكون للذين يحاولان قتلك أثر في إلحاحك على هذه النقاط؟ سننتقل لنقطة أخرى يا عبد الله، لكننا فشلنا بلا شك في كسبهما للهدى والرشاد. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. إنما أعنيه هنا أن حق التشريع في الحلال والحرام لله وحده، وليس لبشري أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. لابد أن تكون الفتوى مستندة على نص من الكتاب أو سنة. إن تشريع الله لعباده فرع من تشريعه للكون بما فيه الناس كما قلنا، وستجد أن كل التشريعات لخدمة إعمار هذا الكون، فكل عمل ابن آدم له. والذين يحرمون ما أحل الله كمن يحل ما حرم الله سواء بسواء، فالحلال بين والحرام بين. Thank you.
الأمير المطلوب قتله سيقف هنا ليشرب ويسقي ماشيته، ولذلك سنسمم ماء هذه البئر. من ذاق هذا الماء يمت. وأين سنختبئ لنرى ما يحدث له ونتأكد من موته؟ سنجلس هنا حتى إذا ما بدا من بعيد تسللنا واختبأنا خلف هذه التلال البعيدة، وعندما يشرب ويموت نضع علامة تؤكد فساد ماء البئر فلا يموت غيره ومن معه. يا لك من داهية أيها البدوي. لم يحضر حتى الآن ولم يقل متى نتزوج. أم أن عائشة رفضت؟ إنه أرسل إليك أعشابا تداويك. أنتم تعرفون دوائي. كنت أظن أن أباه حب عمرك، فلما تحولت إليه لم أعد أعرف لك دواء. ترى ماذا قالت عائشة؟ لست أدري. مسألة يا أم عمرو، لا أجد الكلمات. جاء أبوها يستجدي موافقتي ويقرر أنها بين الحياة والموت، وكلام كثير قاله منذ أيام. ما بالك؟ حرت يا أم عمرو، ولكن أنت تعرفين مكانك عندي. والقيثارة؟ عزفت على أوتار الشفقة في قلبي بمرضها وبأسها وعذابات السنين منذ استرقت حتى الآن. وأنت طربت لعزفها؟ لا، ليس هكذا، ولكنها تطاردني في الحقول حتى تصاب بضربة شمس، وتجدني فتنزرع إلى جواري، وأنا أخاف الفتنة. ولماذا تريدها؟ لم أردها. أطردها. لا تذهب وتلقي بنفسها تحت قدمي تستجدي أن أقبل الهبة. وأنت تريدني أن أوافق على هذا الزواج؟ لقد تركت نفسها تغوص في بحار العشق حتى انمحت شطآن العودة، غرقت وأنا القطب الدليل، وعشقنا لذاته لا فكاك منه، فهو الفطرة الأولى. إننا يا أختاه على الطريق. رجل وامرأة. العلاقة بين الرجل والمرأة ما هي إلا درجة من درجات الحب، ترفعك إلى مستوى تنطلقين بعده إلى علا عشقه. ماذا لو رفضت زواجك منها؟
أطيعك وعليك أن تتحمل النتائج. إني أحبك. وأنا وامرأة وشريكة لي فيك تحرقني مشاركتها؟ لا كانت. ماذا تفعل في مطاردتها لك؟ لا بد من مخرج، فأنا لا أقبل أن أتحمل وزرا. هل نعود للشمال؟ وتترك عملك وأرضك هنا لتهرب منها؟ وقد تعود وتجدها ماتت فتتحمل وتحملني وزرها، وتضاف شهيدة ثالثة لشهيدتي حبك. حيرتني يا أم عمرو، حيرتني، حيرتني وأثقلت بالهم قلبي. في السير يا أبا الحارث؟ نعم، ربما أرهقه. هذه منطقة يكثر بها الصعاليك، والخير في أن نقطعها بسرعة. إنه لم يمر من هنا، لم يبر على البئر المسمومة، ولا حتى صار على الطريق إليها. يبدو أنه رجل يعرف كل الطرق. يقولون إنه حج 11 مرة قبل مسيرته هذه للحج. إذن فهو يعرف الصحراء كراحة يده. والعمل؟ عندي 1000 وسيلة ووسيلة لقتله، فاهدأ واطمئن، فأنا قاتله لا محالة. الحمد لله، عبرنا أرض الصعاليك بسلام. الحمد لله رب العالمين. رويت حديثا يا أبا الحارث ينهى عن الأكل من لحم الأضحية أكثر من 3 أيام. حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام، لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. لكن أيكون هذا من يوم ذبح الأضحية؟ كان النهي متقدما ثم رخص بعد ذلك، وأجيز أن تأكل من لحم الأضحية أكثر من 3 أيام. وكان السبب في البداية أن تتصدق بأكبر كمية لكثرة فقراء المسلمين، فلما فتح الله على المسلمين رخص الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ادخار اللحم ما بدا للمضحي. وهذا مثله مثل الحال في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أنا ولي من لا ولي له، وسدد مديونية من يموت مدينا بعدما فتح الله على المسلمين. يعني التشريع هنا خضع للحال. مصلحة العباد أساس التشريع، واعلم أن الضرورات تبيح المحظورات. إذا كان الناس فقراء لا يجوز الأكل من الأضحية أكثر من 3 أيام، فإذا كان الرخاء عميما جاز ادخار اللحم. وقس على هذا في كل الأمور.
ما الذي يحزن الناس هكذا؟ فليجبني أحدكم. لم يكن الفيضان كما يجب صيفا، وتأخر المطر كثيرا أيها الشيخ، ويعاني الناس من الجفاف في مناطق كثيرة. نصلي وندعو الله أن يستجيب، وإن شاء الله سيستجيب. هذا فرض جريء يا رجل. ستمطر إن شاء الله. هيا إلى الصلاة، هيا هيا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اسق هذا البلد واروه بفضلك وكرمك. آمين. اللهم اسق هذا البلد واروه بفضلك وكرمك. آمين. اللهم اسق هذا البلد واروه بفضلك وكرمك. آمين. إن شاء الله. ما اسمك أيها الشيخ؟ منصور بن عمار. من أين؟ من بلاد الله. أنت ضيفي. لا، لن أكون ضيفا على أحد. إنك في حاجة إلى المال والطعام والمسكن. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبده الفقير إليه في حاجة. أين كنت يا شعيب؟ لماذا لم تحضر الصلاة في جامع عمرو؟ حبسني المطر عند الجامع الجنوبي فصليت فيه. إن للمطر قصة، فقد جاء رجل يقال إنه منصور بن عمار. لقد جمع من الناس مبلغاً كبيراً. ليته صان حكمتك. هل أنت من داوى ابنة إبراهيم؟ إنها لا تستجيب لدواء، وأعتقد أنها تستكمل أيامها في البحر. إن الله على كل شيء قدير. قل لي يا شعيب، لماذا لا تتزوجها رأفة بها؟ لا تندهش يا شعيب، فقد سمعت هزيانها وعلمت ما بها وما عندها لك. أنت دواؤها. وكيف نتصرف فيما لا نملك؟ لكنك تملك قرارك. أنا لا أملك أن أوذي مشاعر امرأتي وأم ولدي، فأحمل نفسي إثم ظلم اثنتين. لكنك آذيت المريضة. لم أحاول أبدا أن أوذي إنسانا أو غيره. ابتعد عنها خير لك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هل سمعتني يا عبد؟ أسمع وأحاول أن أعرف عمن تتكلم وعما نتكلم. عمن لوثتها بالإشاعة وجعلتها تسقط مريضة من قهرك لها، عمن ملأت سيرتها الحقول والقرى. ابتعد عنها أنت وأبوك، وإلا قتلتكما وأقسم على أنك. اتركوه، اهدأوا واتركوه. قال إنك عبد يا سيدي وأنت سيده. يهددكم بالقتل هذا الفسق. يظلم نفسه ويظلمني، إذ يتهموني بأني لوثت جارية. والله ما اقتربت من الإثم أبدا. هذا إنذار، لقد جئت إلى هنا خصيصا كي أنذرك. تهمتك لي كبيرة، وأنا لم أرتكب إثما وما فكرت فيه، وما شغل قلبي ولساني غير ذكره. أنا يا أخي لست أخاك.
تأدب يا أعرج وإلا سحقته. أو هكذا تكون مكارم الأخلاق؟ ألم تسمع ما قاله يا سيدي؟ اتركوا الرجل. يا أمير، أنا على عهده ما استطعت، ولا أرضى أن ألوث امرأة بالإشاعة ولا أن أكسر قلبها فتسقط من القهر مريضة. حذرتك فاحترس مني. اذهب اذهب يرحمك الله. أرجوكم أرجوكم لا تؤذوه، فليمضي في سلام. أيها الكرماء، ما كل هذا الطعام؟ إن نعم الله كثيرة. إذن لينضم إلي كل جائع، وليأكل معي كل مسكين. أيها الناس، نادوا بأن منصور بن عمار لن يأكل حتى ينضم إليه مساكين الفسطاط جميعا. إن ما نفعله من أجل مصلحة الأمة، لأنه إذا بدأ الاستقلال في الرأي بدأ التحزب، وظهر الخطر على وحدة الأمة. التحزب والمذهبية خطر على وحدة الأمة. نقتله؟ لا، لسنا قتلة. يمكننا أن نقتله، نعم، وذلك بعد محاكمة يثبت فيها أنه عمل على تفتيت وحدة الإسلام. فقه خاص لمصر، أي حكم خاص لمصر بعد ذلك. حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. من هنا يتضح لنا بأن قضاء النذر عن الميت واجب. ليس قضاء النذر فقط، وإنما قضاء الحقوق الواجبة على الميت، كل الحقوق على الميت تقضى. وهل يشترط أن يوصي بأن عليه كذا؟ لا شرط، الحقوق كلها وفيها النذر تقضى، فإن كان نذرا ماليا يقضى من رأس مال الرجل. فإن وقع النذر المالي في مرض الموت كأن ينذر إن شفي من مرضه يدفع كذا؟ يدفع من الثلث كأنه وصية. فإن كان النذر ماليا ولم يترك الميت مالا؟ هذا متروك للتطوع بالنسبة لولده. فإن نذر أن يمشي إلى الكعبة؟ هنا رواية يحيى بن سعيد أنه قال: قلت يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. يعني إن كان النذر يشقيك كفر عنه بصيام 3 أيام، وأد النذر حسب استطاعتك، تمشي ما قدرت وتركب ما عجزت. الأصل في العبادات كلها القدرة. كيف نسمم له الماء؟ لا نستطيع، لأن السقة سيبلغ عنا الأمير. ونمنحه بعض المال؟ لا فائدة، إن علينا أن ندس عليه امرأة كي تسممه. كيف؟ نبيعه جارية. دعك من هذه الأفكار البالية، ابحث لنا عن فكرة جيدة. بل أبيعه جارية، أعطني نقودا كي أشتري واحدة نهديها له. أستغفر الله. مولانا الشيخ، إن جاري رجل ثري قوي بطاش، أدعو الله أن يتوفاه لأستريح منه. هذا ظلم، هذا ظلم يا ولدي، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. ولكني سأعلمك ما تدعو به لتثري وتقوى،
فالمال قوة. هذا إن دفعت أجر المعلم. الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أرأيت يا مولاي ما صارت إليه ابنتي؟ سيرتها مضغة في الأفواه، جسدها فريسة للمرض، أيامها قليلة، وأبوها كسير الفؤاد، معذب مجروح الكرامة. يا إبراهيم، كيف أعوضك عن أمر لم أكن السبب فيه؟ بل أنت الأسباب كله. والرأي؟ وهل هناك غيره؟ ما هو؟ أن ترفع من شأنها وتصون كرامة أبيها وتنعم عليها بالمنى، وأنت المنى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا لم تبحث الأمر وتنتهوا فيه إلى رأي وهو في العراق؟ لقد هرب مسرعا إلى مكة، ونخشى أن يستمر في هربه. اقبض عليه أيها الوالي. إن القبض على الليث بن سعد لا يكون بغير دليل. ناقش، هاتي نناقشه أمامك وسوف نفهمه. بل أبحث الأمر بطريقتي أنا. ما ذنب شعيب إن عشق نوار الحقول وعصافيرها أو عشقته؟ لم يكن العشق لغيرك إلا سلما إلي، فأجرني أجرني من ظلم نفسي. أنعم علي بطاعتك وأجرني من الخروج عليها. يا قبلة العشاق، يا قبلتي، يا باعث الأشواق، اروي ظمئي بنور وجهك، اروني اروني من عطش لا يشبع. الليث فتان، كيف هذا يا والي مكة؟ ابحث الأمر وهاتي لي الخبر اليقين، زره واستدرجه في الكلام. سأزوره بلا شك وسأتحدث معه. عد لي بالرأي الحاسم في هذه المسألة حتى أتخذ فيها قراري. ففقهاء العراق معهم تفويض من الوزير. صادق في كل وعد.